نصيحة لكل شاب عراقي، كل شاب بالوطن العربي، إذا تتحسن أمورك المالية أما تلتحق بالجيش الإسرائيلي وأما تلتحق بالجيش الأمريكي تتطوع، هذا أفضل دليل لك، غير هذا بعد ماكو. نصيحة بالحياة، إذا تمشي ورا رجل دين تحس وكأنما نهاية العالم ونهايتك راح تموت بأي لحظة، وإذا تمشي ورا سياسي أو سياسيين راح يخليك تتخلى عن كرامتك وعن أخلاقك وعن إنسانيتك وتصير أتفه إنسان بالكون كله. هاي نصيحة أخذوها وعملوا بيها. Thank you.